السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم عن جهاز تشغيل المصابيح بالليل بشكل تلقائي، يسموه فوتو سيل، مكتوب عليه ستريت رود لايت اوتو اوبريتنج اوبريتد كنترول سويتش. شوف مواصفاته، الفولتية اللي شغلها 220، طبعا هذا اكو فولتيات مختلفة. التيار اللي ممكن يتحمل الريليع 11 امبير. مكونات العلبة من الداخل، هذه موجودة بالاسواق المحلية والعراقية. مكونات العلبة من الداخل، شوف بيها ريليات 2 او فوتو سيل عدد 2. الفوتو سيل تتكون من جزء قاعدة تشكل بالحائط وجزء حساس للضوء، يتكون من ثلاث أسلاك. نلاحظ انه الأسود والأبيض والأحمر، نقرأ البيانات مالتهن. الحار هو الأسود من الجهة اليمين، مكتوب لاين بلاك، النيوترال الابيض، والحمل يعني المصباح اللي راح الشغلة راح يكون من اللون الاحمر. طبعا الابيض هو النيوترال، هو اللي راح يكون مشترك، الابيض راح يكون مشترك، والاسود تغذي حار، والخارج مال حار من الاحمر. البارد طبعا مربوط بالمصباح اللي تريد الشغلة بالتأكيد، فعبارة راح يكون عن سويتش، مجرد سويتش، مكان ما تشغله يدويا راح يشتغل بالتحسس لضوء الشمس، من غيب الشمس راح يشتغل يشغل النقطة. خلينا نجربه ونشوفه أمامكم دقيقة عن ما أوصل التوصيلات الكهربائية. الآن وصلنا التيار الكهربائي إلى الأبيض والأسود، الحار والبارد، وهذا راح نوصل المصباح اللي نريد إن شاء الله. بس انتظروني أشكل المصباح. هذا المصباح الآن شكلنا المصباح، هذا السلك لحظه، هذا المشترك النيوترال، هذا المصباح. لاحظ المصباح منطفئ، إذا ما طول اكو إضاءة بالغرفة أو إضاءة شمس راح المصباح يكون مطفي. من نعرض المصباح الى ظلام، يعني من يغيب الشمس، نفترض هسه راح اغطي هذا الجزء، احاول اغطي بايدي. لاحظ المصباح اعتلك، مجرد عرضته للظلام، من ارجع افتحه عرضه للضوء يفصل. فهذا عند الصباح يطفى، وبالليل من تظلم الدنيا، ظلمت الدنيا يعتلك. هذا مكان ما تقعد بالليل تشغل إنارة البيت وتقعد تطفين الصبح، هذا هو بشكل تلقائي راح يشغل لك ويطفي المصابيح بدون عناء. قطعة صغيرة سهلة الربط، تربط حار بارد، البارد مشترك مصباح تريد شغله، وهذا الخارج الأحمر. أرجو أن استفاديتم من الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. لا تنسون دعمنا والضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة إذا تعجبك هيك فيديوهات. إلى اللقاء.